السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في القناة، الإعجاب بالفيديو، تفعيل زر الجرس ليصل لك كل جديد، وكل اللي احنا بنطلبه من حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة، وقناتكم صن ستايل فاشن والمهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي أبناء وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا. على أساس إن احنا نقدر نوصل الفيديو دوت لأكبر عدد من الناس، على أساس إن كل واحد مننا يقدر يستفيد وينفع وينفع نفسه وينفع الآخر. طب احنا هنشتغل في ايه؟ احنا دلوقتي ده جاكت كول ريفير، تمام، مقصوص. هنقصه ازاي؟ اروح حاطط لحضرتك، احنا قصين كذا جاكت على القناة، تمام. فهنحط في صندوق الوصف كذا جاكت تقدروا تراجعوا القص فيه. ليه؟ لان انا مفصل هناك تفصيلات جامدة جدا جدا هندسيا، يعني التفاصيل الهندسية فيه باينة في الريفير نفسه وتانيته، ماشي. فنقدر نشوف الكلام دوت، نقدر نشوف الكلام ده. طب بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو وريت حضراتكم مثلا جاكت زي كده، الكلام اللي انا بقول عليه، ادي جاكيت قدامي اهو، ماشي. فهناك في الفيديو اللي انا بتكلم عليه انا مفصل ازاي الريفير دوت، ماشي، يبقى طويل كده ازاي، يبقى صغير كده ازاي، يبقى عريض كده ازاي، يبقى كنس كده، تمام. كله بيعتمد على ايه؟ كله بيعتمد على ايه معايا؟ كله بيعتمد معايا على الزاوية دي، الزاوية دي، الزاوية، لأن ديت حاجة اسمها لياءة بركنة. يعني إيه لياءة بركنة؟ شايف النقطة ديت، ماشي، اللي هي باينة في التصوير أهي، وبوضحها أكتر. الركن دي، النقطة دي مش نقطة دوران، مش نقطة كده، لا، هي نقطة داخلة وخارجة تاني. فاحنا بنسمي الكول دوت او الياء ديت ياء بركنة، ما بتتعملش دوران، لا، بتاخد ايه الركنة بتاعتها. فالتقاء النقطة ديت، ماشي، هي اللي تحدد معايا، هي اللي تحدد معايا اذا كانت الكول نفسه الريفير ده اسمه الريفير، ده اسمه ايه؟ الريفير اللي هو بيتني كده دوت اسمه الريفير. إذا كان الريفير دوت هيبقى عريض، لا سوري معلش مش عريض، طويل أو قصير. يعني إيه؟ شايف الطول بتاعه هنا هو مثلا واصل معايا بكام؟ واصل معايا بتاع 50 سنتي، تمام؟ ممكن يبقى 40، ممكن يبقى 30. فالنقطة بتاعت الزاوية دي يا جماعة، ماشي، هي اللي بتحدد معايا، هي اللي بتحدد معايا إذا كان الريفير ده هيبقى قصير أو طويل. يعني ان انا ممكن دي تيجي معايا كده، تمام، ماشي. فبالتالي اللي هترفع معايا لفوق، فبالتالي تبدا تاثر وتطول معايا الايه؟ الريفير دوت، الريفير دوت. وانا تقريبا هناك، يعني زي ما قلت لحضراتكم، ان انا كل ما تكبر، يعني الزاويه المنفرجه دي اللي هي ما بين الخط ده كده والخط ده كده، يعني اصلا هو انا لو اللياقة معايا اهي نازلة بالشكل ده كده اهي، ماشي، ديت ايه؟ الريفير معايا اهو، ده الريفير معايا اهو، تمام. الزاوية دي، الزاوية ده هي كده، دي زاوية منفرجة، ماشي. كلما زادت الزاوية دي، كلما زادت الزاوية دي، كل ما قل طول الريفير، كل ما قل ايه؟ طول الريفير. وكل ما الزاوية دي قلت، كل ما طول الريفير يزيد معايا. يعني اذا الزاوية ديت اللي هي زاوية التقاء اللياءة، ماشي، بتاعت الجاكيت نفسه اللي هي مثلا هتبقى كده،
ادي اللي اهي ماشي، وادي الريفير اهو اللي احنا ايه عشان بس يبقى الشرح على الحاجه قدامكم تمام. ادي الزاويه بتاعت التقاء اللياقه مع الريفير نفسه تمام. فادي اللياقه اهي تمام، وادي الريفير. الزاويه دي ماشي كلما زادت كلما ايه قل طول الريفير معايا، وكل ما الزاويه دي قلت معايا كل ما الريفير طوله زاد معايا. يبقى اذا الزاويه ديت لو سميتها ايه، فهلاقي ان ايه ديت بتتناسب عكسي مع ايه، مع الزاويه دي. يعني اصلا ايه، لو انا سميت الزاويه دي ايه، فهلاقي ان طول الريفير نفسه بيتناسب عكسي مع ايه، مع ايه ديت بنسميها واحد على ايه تمام. يبقى طول الريفير ديت طول الريفير يبقى بيتناسب عكسي مع ايه، مع واحد على ايه. يعني اصلا كل ما الايه ديت اصلا زادت معايا تمام، كل ما طول الريفير ايه قل، الزياده يقابله ايه قللان، او بيقابله ايه تقليل في طول الريفير. وطول وتقليل الزاويه ديت يناسبه يقابله ايه زياده في طول الريفير. النقطه دي بس لازم تكون ايه مفهومه ماشي. هناك انا شارح الكلام دوت بشيء من التفصيل جدا، فانا هحط لكم في صندوق الوصف ازاي احنا مظبطين النقطه ديت وشرحينها كويس تمام. ولما هتبص فوق دلوقتي ماشي هتلاقي ان انا حاطط لك ايه، يعني لما تبص في اعلى الفيديو دلوقتي هتلاقي ان انا حاطط لك قائمة تشغيل كاملة لجاكت بقصه من الالف للي تمام، على اساس ان احنا ما نضيعش وقت في النقطة المهمة اللي انا جايبها هنا، اللي هو كيفية استخدام القماش معايا ان انا اعمل جاكت. النقطة دي خلاص كده على اساس بس نبقى ايه عارفين معانا احنا بنشتغلها ازاي تمام. كان في اخت فاضلة قالت انا عايزك تشرح لي قم الجاكت القطعتين. قم الجاكت القطعتين هو دوت تمام، وانا مش ناسي ان هي قالت لي على الكلام ده، قلت لها المساله بصراحه بتاعه قم الجاكت القطعتين مش سهله شويه، ولذلك انا لما اتعرض لها في القناه على اساس ايه ان الناس بس تبدا تبقى ايه متفهمه للموضوع كله، عشان لما اخش في ده حاجه زي كده ما تتهش مني. ولذلك انا لما بقول ان انا بشرح الموضوع يعني بطرق هندسيه فلازم، لان دي شغلتي انا اساسا مهندس، فبالتالي لما بشرحه بطرق هندسيه فلازم الناس تبقى متابعاني فيها عشان ما تتهش مننا تمام. شارحين الجبل الشق بطرق هندسيه زي تحديد زاويته وتحديده وكلام زي كده، شارحين الريفير دوت بطرق هندسيه برضه هناك، ومطبقين الكلام ده عملي على الشغل. لكن انا جاي هنا دلوقتي ايه، انا جاكيت مقصوص اهو قدامي، جاكيت مقصوص قدامي، فانا عايز كيفيه استخدام القماش اللي كتير جدا منهم القماش بيتهدر وما بيعرفوش يستخدموه، وبعد ما يبقى شغال القماش بالطول يروح مطلع لي كم بالعرض، يروح مطلع لي جنب بالعرض عشان يعرف يعمل. انا دلوقتي قصر الجاكيت اعتبره باترون، الجاكيت الاسود ده انا اعتبره باترون، وانا هقص جاكيت تاني عليه نفس المقاس، هقص عليه جاكيت تاني نفس المقاس. شوف بقى الخامه، اول حاجه الخامه دي لكرة طول وعرض، والناس اللي متابعانا عارفه ان انا بقولت ان الخامه لما يبقى فيها لكرة طول وعرض زي كده اعرف كويس جدا جدا ان الخامه دي اول ما تشم البخار عشان نسبه البوليستر فيها عاليه جدا هتبدا تكش، فان ما كوتهاش الاول بالبخار اعرف كويس ان انت لو واخد الطول معاك على 70 هتلاقيه 65، اعرف ان العرض بتاعك لو انت واخده على 30 هتلاقيه 28. القماش كده ده عيب في القماش، والعميل في حد ذاته ما يعرفش العيوب دي، هو شاف اللون عجبه، شاف الخامه عجبته ماشي، لكن هو ما يعرفش الابعاد ديت.
ما يعرفش الابعاد دي. يعني لو قلت لكم مثلا انا قماش معايا جاكيت اهو، انا بعد ما كويته هو كان جاي على اساس مترين بالظبط. لو انا قست قدامكم يعني بص حضراتكم اهو، بعد اذن حضراتكم ادي القماش معايا اهو، انا القماش معايا اهو، لو انا قسته قدام حضراتكم ادي متر لغايه هنا اهو متر. نشوف بقيه القماش. طب القماشه دي جايه على اساس ايه؟ جايه على اساس مترين على فكره، جايه على اساس مترين. ادي والذي لا يراه غيره، ماشي، عملت كام؟ عملت متر 73. انت متخيل كشت قد ايه مع البخار؟ جاء عملت متر 3، يعني مش محصله مترين الا ربع، يعني خست القيمه دي كلها. طب العرض بتاع القماش، العرض معروف ان هو 150 سنتي. تعال نبص العرض معانا، اتفضل. 69 سنتي. 69 كام سنتي اهو؟ سوري معلش، 69 سنتي من 75، يعني خست قد ايه؟ خست 6 سنتي في كل جنب، يعني خس العرض بتاعه 12 سنتي. تمام؟ فعشان كده انا قماشه زي كده لا لازم اعمل لها باترون، لان عشان اعرف ايه امشي فيها، لان القماش قليل. فانا اعتبر ان القماش معايا اهو، اولا صاحبته مليانه مش قليله، يعني اكبر جزء عندي 132، يعني اكبر جزء عندي كام؟ 132. فبالتالي هي صاحبته مليانه. الصدر عندي 100 وكام، 105، تمام، منطقه محيط البطن 103، فصاحبته مليانه. فاعتبر ان الجزء دوت اهي انا باترون عامله، هروح قصص عليه. طب القماش انا تانيه اهو كده، يعني ادي البرصل ناحيتي. اول حاجه هعملها اهو الايه، انا بقص الظهر معايا دي اول حاجه، وانا مظبط المقاسات معايا، ماشي. وانا برضو على فكره يعني هديكم هنت كده او ملاحظه على المقاسات اللي انا نزلتها على الجاكيت، على اساس نبقى ايه ماشيين مع بعض. وايه اللي انا عامله؟ انا كده بقى ايه، بقص الايه الظهر اهو، تمام. بعد ما كويت القماش وظبطته على اساس ان هو لو كش معايا ابقى عارف راسي من رجلي فيه، ما جيش اصلا بعد ما اعمل الحاجه اكويها الاقيها كشت ومش هينفع اعمل فيها حاجه، تمام، خاصه اذا كشت طول. يعني عرض على الاقل انا سايب قيمه تعوض معايا ايه كشاشان العرض، لكن طول هعمل فيه ايه؟ طيب احنا لو بصينا للمقاسات بالظبط عشان يبقى شغالين مع بعض، انا عندي الصدر 109، ماشي، هنخليه 110 لان انا ما بشتغلش على رقم فردي، فيبقى 110 و12 تبقى 122. لما اقسمها على 4 عشان اجيب ربع محيط الصدر هيديني كام؟ هيديني 30.5، تمام. طيب انت عندك قصات في الجاكيت ده؟ عندي قصه برنسيس علويه. يعني ايه قصه برنسيس علويه؟ قصه برنسيس جايه من الكتف، جايه من الايه؟ من الكتف، يعني مش جايه من حده الباط، تمام. ولما نراجع الفيديوهات هنعرف الكلام دوت امتى، يعني ازاي انا بشغل حده البرنسيس العلويه اللي هي جايه من الكتف زي كده، تمام. انا خدت الطول معايا، يبقى انا معايا هنا اهوت، قلت كام الصدر معايا؟ 30.5. وطالما في قصه معاك، طالما في قصه معاك على طول تروح مزود 3 سنتي. يعني هنا عندك كام؟ عندي هنا اهوت، ادي طبعا ادي خط الخياطه بتاعت الظهر اهو، مش داخل معايا في الحساب خالص، تمام. وانا بص بس في الفيديو عشان الكلام دوت يبقى واضح معانا اهو، ده الخط ده مش داخل معايا في الحساب خالص، تمام. فيبقى انا واخد المسافه دي كام؟ هتبقى ال 31 ال 31 ونص، 30 ونص زائد كام؟ زائد 3 سنتي بتاعه الخياطه دي، سنتي ونص شمال سنتي ونص يمين، ادتني كام؟ ادتني ادي 33 سنتي ونص، ماشي. ونزلت اخدت محيط البطن هنا اهوت، المسافه من هنا لهنا قلت من كام؟ من 18 ل 22 حسب طول صاحبه الموديل. يعني انا اخدت محيط الصدر اهو معايا
عند الخط ده نزلت قد ايه عشان اخد محيط البطن؟ نزلت ايه؟ 20. فانا قلت من كام؟ من 18 لكام؟ ل 22. فانا واخدها متوسط 20. انت عندك محيط البطن كام؟ عندي البطن عندي كاملا 103، مش هشتغل على 103، هشتغل على 104. 104 و12 يبقى 100، يبقى 100 وايه و16. لما اقسمها على 4 تديني 29. 29 وال3 سم بتوع الخياطه تديني هنا هو كام؟ 32 سم. تمام؟ واروح نازل واخد محيط الارداف عندي على الخط ده كده ماشي، على الخط ده كده. يبقى انا عندي دلوقتي ادي خط الصدر، خط اللي عملت عليه محيط الصدر، ادي الخط اللي عملت عليه محيط البطن، وثالث خط اللي عملت عليه محيط الارداف. المسافه من هنا لهنا قد ايه؟ المسافه من هنا لهنا اهوت من 22 ل 28 حسب طول صاحبتي. من 22 ل 28 انا واخد ايه؟ 22 اقل حاجه، لان صاحبه الموديل ده قصيره مش طويله. تمام؟ طب انت خدت محيط الارداف قد ايه؟ 132. زودت عليها حاجه؟ هقول لك لا مش هزود عليها حاجه. ليه ما بتزودش عليها؟ لان المفروض ان المنطقه دي تكون مظبوطه. ماشي؟ كبير ان انا ازود عليها من 2 ل 4 سم فقط لا غير. فانا يبقى عندي 132، يعني لما اقسمها على 4 تديني كام؟ ها؟ تديني تديني كام؟ تديني 32. و3 سم القصه يبقى تديني كام؟ 35. ادي ال 35 بتوع منطقه الارض. ماشي؟ طول الجاكيت معاك كام؟ طول الجاكيت معاك عامل 78 سم. خرج الثانيه دي كده. ماشي؟ خرج الثانيه دي كده اللي هي اللي انا هشرتها دي دلوقتي كده، دي خرجها من الايه؟ من الحسابات بتاعتك. وبعد كده خد الطول بتاعك كام؟ ال 78 اهي. ادي ال 78 وسايب ايه؟ سنتي ونص بتاعت الخياطه من فوق. طب الكتف معاك كام بقى؟ الكتف معاك 41. 41 و3 سنتي، 41 ده الكتف من هنا لهنا. و3 سنتي يبقى كام؟ 3 سنتي، السنتي ونص بتاع خياطة الكم من هنا، والسنتي ونص بتاع خياطة الكم من الناحية التانية. يبقى ادي ال 41 زائد الثلاثة تديك 44. ماشي؟ 44 يعني نصها كام؟ 22. طب في قصة هنا اهوت 3 سم، يبقى انت عايز الحته دي كلها كام؟ 25 سم. كده انا رجعت لكم المقاسات اتعملت ازاي على الشكل. تمام؟ هيتبقى جزء معين انا هعمله مع حضراتكم. احنا بننزل من هنا قد ايه؟ بننزل من هنا 5 سم. تمام؟ فالمفروض دلوقتي مع ال 5 سم ديت اللي انا نزلتها ان انا هروح نازل كده. نقطة بس مهمة ولازم نخلي بالنا منها، ادي كده ايه قصة الكتف. لو انا قصيت كده على طول وجيت قفلت القصة دي، اعرف ان في جنب هيطلع اقصر من جنب. ليه؟ لان انا لو خدت على ابسط الامور، لو انا خدت مثلا ابتداء من النقطة دي للنقطة دي، ادي الخياطة بتاعتي صح؟ النقطة الخط الخط المقطع دوت او المنقط دوت هي الخياطة بتاعتي. تعالى نقيس ده كده هنلاقيه 23 ونص. تمام قوي. طب تعالى نقيس التاني، المفروض الاثنين يقفلوا مع بعض، هنلاقيه كام؟ 22 ونص. يبقى لان انا لو قصيت كده على طول، لو قصيت على الكلام ده كده ماشي وكملت، هاجي اقفل هلاقي ان في ناحيه اقصر من الناحيه دي بسنتي كامل. تمام؟ اعوض السنتي ده منين؟ باجي اروح طالع السنتي ده من هنا عند القص بالظبط، اروح جاي ايه؟ عامل الكلام ده كده. عامل ايه الكلام ده كده. ماشي؟ يعني انت هتقص ازاي؟ هقول لك اروح قصص كده. وهاجي اروح طالع كده، وهاجي اروح ايه؟ داخل الدخله دي بنفس الشكل. ليه؟ عشان السنتي دوت تعويض للايه؟ الشكل للخياطه العمليه اللي انا قلت لحضراتكم عليها. تمام؟ يتبقى عندي ايه؟ يتبقى عندي تفريغه الظهر. تفريغه ايه؟ الظهر هنا. تفريغة الظهر دي بخش بالظبط حوالي سنتي ونص. انا عندي ايه؟ محيط البطن اهو. الظهر التفريغة بتاعته بتطلع فوق محيط البطن شوية، فهي بتبدأ التفريغة من منطقة محيط البطن. يعني ادي منطقة الأرداف أعلى حاجة، أعلى بروز عندي، وآدي
منطقة البطن بيبدأ البروز ايه يقل، تمام؟ يبدأ بقى هنا هو كده في منتصف الظهر بالظبط، منتصف الظهر بالظبط تبدأ أعلى نقطة أو البيك بتاعتي، أعلى نقطة للإيه؟ للكيرف ده. ولذلك أنا بروح جاي واخد تفريغة الظهر زي ما أنا إيه؟ عاملها كده قدام حضراتكم بالظبط. الكلام ده واضح في الكاميرا إن شاء الله، على أساس يبقى إيه؟ كل حاجة باينة قدام حضراتكم. يبقى دي تفريغة إيه؟ الظهر. ماشي؟ يتبقى عندي إيه؟ يتبقى عندي أصلاً في بنسة أنا بعملها هنا هوت. ماشي؟ كبرها هتبقى إيه؟ لوحدة مليانة زي كده سنت وإيه؟ سنت كلها سنت ونص. طب داخله معاك في المقاس؟ اقول لك لا، مش داخله معايا في المقاس، ما دخلتهاش. ليه؟ لان اصلا دي تفريغه ظهر طبيعي مكمله للجزئيه دي. مكمله ايه للجزئيه دي؟ يبقى انا لما هاجي اقص اروح مفرغ الكلام دوت، يعني مش داخل معايا. تمام كده ولا لا؟ تمام. يبقى هو ده كده الظهر وخلصته معايا خالص. وعرفت استخدم القماش. طب اللي انت اللي باقي هنا ده ايه؟ هقول لك. تمام؟ تعالى بقى نكمل مع بعض الايه؟ الصدر نفسه. تعالى نكمل مع بعض الصدر نفسه. ماشي؟ عايزين الفيديو ما يزيدش معانا عن نص ساعة اهو. تعالى بقى هنكمل القص بتاع ايه؟ الصدر نفسه. شفت رحت انا مزحزح القماش بنفس الطريقة دي. ما دخلتوش او عشقته في بعضه. ليه؟ عشان دلوقتي يطلع الكمام من الجزئين دول، لان انا القماش معايا قليل، ولذلك انا قلت لحضراتكم ايه؟ انا القماش معايا قليل، ثانيا القماش كنز، تمام؟ ولذلك حبيت اعرف حضراتكم ازاي ان انا بستخدم القماش. اللي انا بقصه ده دلوقتي ايه؟ ده الصدر. طب ايه اللي انت بتشيله دوت؟ اللي انا بشيله دوت الصدر ده ملزوق حاجه اسمها برلون. حاجه اسمها ايه برلون؟ مش فازلين. البرلون بتبقى خامة طرية جدا، ماشي، بتدي الخامة نفسها تخليها متنشنة، مش متنشنة مشدودة، لا بتدخلها بس في نفس الوقت بتبقى حنينة جدا. الفازلين عكس كده، الفازلين بيدي الخامة نشفان، تمام، ولما تيجي تكسرها كده تلاقي ايه؟ تسيبها، لا التكسير بيفضل زي ما هو. عكس البرلون ده، البرلون ده بتبقى خامة، لو انا وريتها لحضراتكم خامه اهي طريه جدا، ليها وش محبب اهو في الحبيبات البيضه دي هي اللي بتلزق، والتاني اهو الوش الناعم ده اللي المكوه بتمشي عليه. فلازم بيبقى ايه؟ الجسم كله ملزوق بنفس الخامه دي. يعني انت تلاحظ ادي الزيادات اللي انا بقصها دي، ماشي، ديت محيطه بالجسم كله، محيطه بجسم الايه؟ الجاكيت كله. الجاكيت لازم يكون مبطن، لازم يبقى واخد الخامة دي عشان يمسك نفسه، تمام؟ فهو ده بقى اللي انا هعمله دلوقتي. ادي بقى هقص ايه؟ الصدر نفسه اهو، عشان القماش معايا قليل. دول بقى هطلع منه ايه؟ هطلع كم من هنا وكم من هناك، واللي يقع من الجزء ده كده والمصرة بتاع الكلام ده هنشوف مع بعض. احنا هنطلع وهنمشي مع بعض الايه؟ الجاكيتين دول كده سنه سنه مع بعض، لغايه ما ايه؟ ما نوقفهم زي ايه؟ الاسلوب المعتاد بتاعنا. انا بقص دلوقتي ايه؟ الجاكيت معايا اهو، الايه؟ الصدر بقى. ده ايه؟ الصدر معايا. تمام؟ وزي ما هو زي ما قلت لحضراتكم ووضحت من الاول خالص ازاي منطقه الايه؟ الريفير نفسها ازاي تكون طويله، ازاي تكون ايه؟ قصيره. تمام؟ من ايه؟ ها؟ من الزاوية دي. من ايه؟ من الزاوية دي. من الزاوية دي. الزاوية دي قلت طول الريفير طول معايا. الزاوية دي زادت طول الريفير. يعني ايه طول الريفير؟ اللي انا بتنيه كده. ماشي؟ لو الزاوية دي زادت يبقى طول الريفير هيبدأ يقل معايا. لو الزاوية دي قلت يبقى الريفير يبدأ ايه؟ يطول معايا بنفس الشكل ده. فأنا بقص أهو. طبعا انا هحط الظهر دلوقتي عشان نشوف الفرق ما بين الصدر والظهر. وشفنا دلوقتي كيفيه استخدام ايه؟ القماش. هطلع كم من هنا اهو كده،
واطلع كم من ايه من الناحيه الثانيه. نرجع كده عشان يبقى ايه كل حاجه باينه قدام حضراتكم اهو. كده الصدر بتاع الجاكيتين اتقصوا، ادي الصدر اهو، ده الصدر الثاني ماشي، ادي الصدر الثاني بتاع الاسود اهو، نحط دوت فوق ده اهو. عشان ابدا بقى ايه اروح جايب الظهر، الظهر ما بيتلزقش على فكره، ما بيتلزقش ايه البرلون اللي احنا قلنا عليه، البرلون بيبقى فين؟ في الصدر بس، في وش الكم ماشي، عند الجيرو بتاع الظهر تمام، عند ال ايه تاني، عند الكتف بتاع الظهر، لازم اماكن التقاء الخياطات دي تبقى ايه ماسكه نفسها بالبرلون ده. ده كده الصدر بقى قدام حضراتكم اهو ماشي. ايه بقى الدخول ده؟ الدخول ده دخول ايه؟ يعني هنا اهو اهو انا مزود قد ايه؟ تعالى نبص مع بعض، ادي اللي احنا مزودينه مع بعض اهو. ايه اللي انت مزوده ده؟ دي منطقه ايه؟ منطقه زياده ايه؟ زياده بندت العراوي والزراير بتاعه الجاكت، مزود قيمه المسطره ديت اللي هي تتراوح ما بين ايه؟ 4 من 3.5 ل 4 اللي هم ايه؟ الاثنين اللي بيتطبقوا على بعض كده، فبالتالي يقلل معايا ايه؟ يقلل معايا المقاس. يعني انا دلوقتي جيت هنا اهو، شفت دوت، رحت مدخل ده على ده، فالدخول ده ما بيبقاش محسوب معايا، الدخول الاثنين دول مع بعض كده ما يبقاش محسوب معايا، ببقى مخرجه من المقاس نفسه. هو ده اللي انا عامله هنا، مخرج الكلام ده مش محسوب معايا اهو في المقاس تمام. ثانيا بقى ادي دي بقى ايه، قصه الريفير بتاعتي، قصه الريفير بتاعتي زي ما قلت لحضراتكم، انا ببقى مظبطها على ضبعه كرتون ومظبط المقاس واروح قاصص على طول عليه تمام. زي ما قلت بقى لحضراتكم ان زياده طول الريفير واسره ماشي بيعتمد على ايه؟ على الزاويه اللي انا قلت عليها، وهنشوف الكلام دوت في الفيديو اللي احنا هنحطه في صندوق الوصف ماشي، ونشوف الكلام دوت ايه مع بعض. زي ما قصيت الكتف بتاع دي، هقص الكتف بتاع ايه؟ بتاع الناحيه الثانيه. يعني زي ما سبت الزياده ده، هسيب برده نفس الايه الحكايه في الزياده الثانيه ده، عشان بس نبقى ايه ماشيين مع بعض وعارفين ايه الزياده اللي انت تقصدها دي. الزياده ديت ايه؟ الزياده دي اللي انا قلت إيه عليها ايه؟ الجزئيه دي كده، الجزئيه ايه بتاعه الكتف من فوق، اللي هي زي ما دخلت ورحت خارج ورحت واخد تاني زياده السنتي بجنب واحد ماشي. ادي اهو كده اهي نفسها بالظبط ماشي اهي، ادي كده ايه انا قصيت ايه الكتفين ماشي. نفرق ما بين الامامي والخلفي في الايه؟ في قصه الجيرو نفسها تمام. انا زي ما قلت لحضراتكم، انا بروح ماسك الجيرو ده مقسمه ايه؟ ثلاث تلات، ادي تلت، ادي اتنين، ادي ثلاثه ماشي. على سبيل المثال انا عندي كده الجيرو اهو، بروح مقسم تلت اتنين ثلاثه تمام، ادي تلت اتنين ثلاثه تمام، واجي عند التلت الاخراني اروح داخل سنتي ونص ماشي، واجي اروح داخل على السنتي ونص وخارج تاني نفسه بقى. هو انا عامله اصلا ايه؟ ضبع على طول اهي اهي، محدده معايا اهي، مخدم على الكتف من فوق واروح وداخل ايه الجزئيه دي كده اهي، عشان افرغ الجيرو الامامي للجاكيت، او افرغ حده الكم الاماميه، فتبقى زيها زي الخلفيه، الخلفيه لازم تبقى فيها ايه؟ الزياده دي. لما نقلب كده شايف الزياده ده؟ هو دوت اللي ايه؟ الفرق ما بين ايه؟ الزياده دي كده ايه؟ هي الفرق ما بين ايه؟ الامامي والخلفي. ماشي يا جماعه؟ طب ايه تاني بقى هنعمله؟ ماشي؟ ابدا اروح مصفي
طبعا انا دلوقتي هعمل القصات بتاعتي وهوريكم الطريقه اللي هي تخلي القصات معايا مظبوطه، تخلي ايه القصات معايا مظبوطه ومفيش قصه معايا تقل عن التانيه، مفيش قصه معايا تقل عن التانيه. لما اجي اقفل الخياطات مفيش جنب يطلع اطول من جنب، مفيش جنب يطلع اقصر من جنب، تمام كده. انا دلوقتي هروح ايه، انا هقص القصه دي اهي، دول كده انا قصص ايه التمانية مع بعض، الجاكيت البيج والجاكيت الايه الاسود اهو. طبعا دي 8 فتبقى المقص دوت ايه صغير ان هو يقص ايه التمانية دول مع بعض، فبيبقى في مقص تاني كبير لحاجة زي كده. ماشي، دول 8 مع بعض، فالمقص ايه يبقى ايه صغير لحاجة زي كده. اخلي بالي لو في دبابيس او اي حاجة ماشي في القماش ما اقصهاش، لان ممكن ايه يقصها. تمام، تقريبا في دبوس، لا مفيش ايه دبابيس هنا. تمام، نقص اهو. اجي بقى هنا اهوت اروح مفرغ ايه البنسه معايا. تمام، بفرغ ايه البنسه معايا اهو، ادي تفريغه ايه البنسه معايا. تمام يا جماعه اهو ماشي. ماشي، نيجي بقى النقطة الأساسية اللي أنا قلت لحضراتكم عليها إيه؟ إزاي أنا أخلي لما أجي أقفل مفيش جنب يطلع من الجنب عن جنب، أو مفيش جنب يشرب مني، لأن أنا دلوقتي إيه؟ قصص كلهم بطول واحد، ما ينفعش لما أجي أشتغل على المكنة في جنب يطلع مني أقصر، لازم كلهم يقفلوا مع بعض. باجي أروح عامل إيه بقى؟ مش انا قصيت دلوقتي ده مع بعضه، تمام، هاجي اروح مظبط كده الاطوال اهي مع بعض على سبيل المثال، انا هروح جاي عامل كده، دول المفروض هيعملوا ايه؟ هيتقفلوا مع بعض. تمام، هاجي اروح عامل ايه؟ اروح حاطط دي كده فوق دي كده بالظبط، ماشي، وظابط الاطوال مع بعضيها، وهاجي اروح جاي عامل ايه على سبيل المثال اهو زي ما هو قدام حضراتكم كده. انا بس شلت حطيت الاسود لوحده كده عشان اوريكم تفريغه البنسه اهي، ماشي. واللي سالتني قبل كده البنسه وبنحددها ازاي، في فيديو خاص بالكلام ده كله، تمام، موجود عند حضراتكم في فستان سواريه، في قائمه تشغيل كامله، فستان سواريه لونه ازرق، مبينين البنس دي بتتعمل ازاي ومسافتها كامله. تمام، فانا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك حطيت الاثنين اهو على بعض، باجي اروح عامل كده، تمام كده، انا محدد دلوقتي ايه، بحدد بس ايه نفس المسافه دي نفس المسافه دي، واجي اروح مدي الفورت هنا وفورت هنا، فورت صغير هنا ببوز المقص وبفورت صغير. ليه؟ عشان لما اجي اقفل الكلام ده على المكنه الافراد ديت ايه؟ تقفل مع بعضيها، ما يطلعش مني ايه؟ جنب، يعني الافراد دي في حد ذاتها ايه؟ هي الضابط اللي بتحدد معايا ايه؟ الفورت ده والفورت ده لما لازم اقفل وانا بقفل على المكنه، ده يقفل مع ده، ده يقفل مع ده، ده يقفل مع ده، فبالتالي ما فيش جنب يطلع مني ايه اطول من جنب. دي النقطه الاساسيه اللي انا كنت عايز اوريها كده بفضل الله عز وجل. انا اوريكم بس الجاكيت تجميعته ازاي، قصه ازاي، ماشي،
والتاني بقى جنب بقية الجاكيت عشان بس استخدام القماش ازاي ماشي. بقية بقى الجاكيت نفسه بقية القماش دوت هو اللي هطلع منه ايه الكمام معايا. هطلع من هنا كم، هطلع من هنا كم ماشي، وهطلع بقية المصري. نمشي مع بعض ونشوف كده. بس كل اللي انا بطلبه من حضراتكم ان احنا اصلا اي حد استفاد مننا كلمة بفضل الله عز وجل ما يكونش الا الدعاء بظهر الغيب من اللي ما استفادش، اللي ما استفادش يبدأ يسأل نفسه هو ليه ما استفادش. ليه؟ لان انا بفضل الله يعني بالخبرة اللي عندنا بالوقت اللي احنا قضيناه مع بعض ناس كتير بفضل الله استفادت مننا. اللي ما استفادش ممكن يكرر المسألة مرة واثنين وثلاثة، لو عرف يستفيد فبيع ونعمة، ما عرفش يبقى خلاص يبقى يدور على حد تاني يقدر ايه يستفيد منه. لكن احنا بفضل الله عز وجل واما بنعمة ربك في حدث بنعرف نوصل المعلومة كويس تمام. فيمكن العيب فينا احنا ماشي، فيبدأ يدور على حد تاني يقدر يستفيد منه ماشي. اما مسألة الكورسات والكلام زي كده وان انا اروح واخد كورس نظري، نصيحة من اخ اكبر، الكلام ده بيدفع فيه فلوس وبس. ان ما كانش فيه عمل بيتطبق، ان ما كنتش بمسك المقص بايدي واقص، مفيش استفاده خالص تمام. اللي احنا يعني اللي احنا القناه بتاعتنا فيها مدى استفاده باولا الكورسات والكلام زي كده، حتى لو مين اللي بيدرس فيها، لا القناة بتاعتنا فيها مدى استفادة كبير جدا جدا عن الكورسات ديت. ما هي إلا منزفة للفلوس وبس، لكن انت بتتعلمش منها، بدليل ان ناس كتير اخذوا كورسات رجعوا لنا تمام. لا تنسونا من صالح الدعاء، الدعاء بظاهر الغيب بقدر الامكان، ان ربنا يكشف عنا الهم ويفرج عنا الكرب ويقينا شر الامراض والاوبئة عن مصر خاصة وعن جميع الامة الاسلامية عامة من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها. وآخر حاجة أقولها لحضراتكم، الدال على الخير الكفاعلي، لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.